اهلا وسهلا فيكم. اهلا 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 بعادل. اهلا مروان. ما بيغيب راسك ليطلوا اجراك يا عادل. ليه رولا؟ خلص قربي من هون. شو بدك؟ بدي اقعد. صايرين تاخذوا فرص انتوا بيت الرقروقه؟ ناخذ فرص يا صهر؟ ايه صايرين تاخذوا فرص وتعطلوا تجوا جمعتين وثلاثه على لبنان؟ ليه ما نحن كل عمرنا بناخذ فرص بالشغل. ايه ما انتوا كل عمركم تقبضوهم مصاري وتشتغلوا فيهم. عاد عاد تفضلوا، عازمكم على عشاء له اول ما له اخر، بس حتى ما تقولي عنه بخيل بس، لانه هالصيت طاشش العيله كلها، انه مروان بخيل، مروان بخيل، مروان بخيل، كله من هون لتفطسوا. حبيبي تفضلوا. انا مستغرب يا صهر. مستغرب انه عم تقلي اختي رولا انه اليوم بدك تجي عشيه لعنا لانه مروان عزمنا على العشاء. طبعا طبعا احلى عشاء. اهلين اهلين اهلين. انت وخيي انا استغربت يعني غريبه. ليه بتستغرب؟ شو ما في بالعاده تعزم؟ ما كل عمرنا اذا ضيعوك اهلك يلاقوك عندي يا نايم يا عم تاكل يا عم تشرب يا غدا يا عشاء. عندي انا بالبيت من عرق جبينه كل عشاء له اول ما له اخر. تفضلوا ما بدو مين يقلكم شرف. وين الغراض؟ وما حدا بيقوم عم الطاوله جوعان. ها ايه اوكي تفضل. وين الغراض حبيبي؟ اي غراض؟ انا بقوم بجيبهم. اتخن عشاء هذا شو بكون؟ ايه وين العشاء؟ خلص اعتبروا انه في اكل هيك. هذا حمص، هذا شيش طاووق ومشاوي كلها، هذا تبوله، هذا متبل، هذا سبانخ وكذا وقصص وهذا يلا قرب ليك. ها وهذا نبيد. ها هذا نبيد مصبوب، خلي هذا كاسك وهذا كاسك. مرح من ايدي اول لقمه يا عادي، من ايدي اول لقمه من ايدي. دق لي هالحمصات. دق لك افتح. بس ما في حمص. لك خلص اعتبر انه في حمص. افتح تمك تاكل سم الصقط ريكون. حط خلص خلصنا. ها لحظه هاي الطاووق مني انا، هيدي مني انا. افتح. شو بدي افتح يا افتح هلا طاووق وراهم دغري ضربه لهذا من بعيد. يا مروان ما في طاووق. لك اعتبر كانه في طاووق. افتح. اه كيسك كيسك يا حبيبي يا عادل، كيسك يا مرتي. ما بدي اشرب. لك اشربي. ليش ما عم تشربي؟ لانه ما في مبيد. لو خلص اعتبري كانه في مبيد. اشرب. ما في. لك اشرب كانه اعتبر انت انه في مبيد. اشرب بقى. بعتبر. خلصنا يلا قرب. خذ كل هذه. خذ هي تبولي. تبولي لرورو راحت لعادل ابن عمي. بس يا صهر ما في تبولي. لك يا خي اعتبر انه في تبولي عم تنقي الزيت هلا. كل خلصني بقى. كيسك. كيسك يا عادل. ما في نبيد يا صهر. لو خلص اعتبر انه في نبيد. شو بك انت بقى ابن الرقروقه؟ اشربي كاسو. اشربي كاسو. عمالك رح طله من عندك. متبل عادل. متبل. ما في متبل. متبل بدي غنجك غناش كانه في متبل. اعتبر عم لك كل وقت. يلا كيسك. هلا مقفى. شو مقفى؟ مقفى. ما في شيء. مقفى. لحظه حطه بالارض. ها هاي القنينه. اعتبر انه هاي قنينه. اعتبر انه انا صبيت لك كله مليان على الشفه. اعتبر انه انا شبيت لحالي على الشفه وانت هي على الشفه وكونج فلونج. حطها هيك شي. يلا مقفى يا عادل يا ابن الرقروقه. لك ما في مبيد يا صار. شو عم جنني؟ لو خلص بقى اعتبر انه في مبيد. ضربي وحده. ها طيب ضربي وحده. اشربي قطيع تقطعك. اشربي. طيبين كثير هالمبيدات. صح تاني عادل. اي شو عملت له عادل؟ طرقتك كف صهر. ليه عم تضرب بالكف؟ معلش اعتبرني سكرت. صبلي بعد البيت. ايه خلص اذا على السكره بمرق لك اياها. اشرب كاسك صهر. تفضل كاسك. يلا حبيتها. ايه حبيتها منك. يلا روح يلا بعد وحده. خلص الله لا يوفقك. شو خلصت دقيقة؟ والله فش خلقي فيها. انك لشو يا خيي لشو؟ كيف العشاء؟